سمين مع طراد سندي وشادي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيه حبايبنا على أثير ألف ألف أف أم في برنامج فيتامين. يوم جديد وأكيد لقاء جديدة ومشاغبات جديدة وأخذ وعطى جديد معكم طراد سندي وشادي عبد العزيز. أكيد إن شاء الله حنستمتع على قد ما حننبسط، هنستفيد على قد ما حننبسط. أقصد يعني حسين كانت كل منك شادي. طيب بس أذكركم أنه ساعتنا الأولى كالعادة ساعة نستضيف فيها أحد الدكاترة أو الاستشاريين أو الأخصائيين. قبل ما نقول مين الدكتور أو إيش موضوعنا، ساعتنا الثانية أدرينالين. اللي حاب يشاركنا من الآن يرسل كلمة بالمقلوب اسمه والمدينة اللي هو منها على أرقام الاسمس مشتركي الاستيسي 847700 موبايلي 640660 ومشتركي زين 746262. أما في ساعتنا ساعة سونار الساعة الثالثة راح يكون معنا خبر، وأكيد أحد فينا حيكون مع أو ضد. طيب يلا كيفك يا شادية؟ الحمد لله مية مية والفرح الجماعية، بس أنا فقط ورقي. عموما يعني مستمعين خلينا ما يضحك عشان ما حاطيك ورقي. لا اللي بطالع فيه بعرف بطمع مرة ما يضحك. خلينا نرحب بدكتورنا اليوم، طولنا عليه أكيد، دكتور نزار رمضان استشاري طب نفسي واجتماعي. أهلا وسهلا فيك دكتور من جديد. أهلا بك شادية، منورنا يا دكتور. أهلا نورك انت وطراد. دكتور ورقي فين يا دكتور؟ هو بدأنا بالمشاغبات. طب استنى شوي علي على مرتاح واخد نفسي كده، تدخل في المشاغبات على طول. المشاغبات لأن أنا وشادي يوميا لابد من ضروري المناقرة. نكهة فيتامين. يعني بداية قل لي يمكن واحدة من المشاغبات خبيت ورقي؟ والله ما خبيت شيء. طبعا أمنت بالله، أمنت بالله، خلاص ونعم بالله. هنتكلم مستمعين اليوم مع دكتورنا دكتور نزار رمضان استشاري طب نفسي واجتماعي عن الذكاء العاطفي. كده من اسمه دكتور الذكاء العاطفي تخيلت انه له علاقة باشياء كثير، يعني في العلاقات الزوجية كيف بيحسن من يعني كل حاجة في الحياة عموما. انا جاب بالي كيفية استخدام العاطفة بشكل صحيح وفي مكانه الصحيح بالضبط. بس نبي تعرف بسيط مبدئيا عشان الناس تعرف ايش هو الذكاء العاطفي. احنا لما بنيجي نتكلم على الذكاء العاطفي هو من اهم ويعني اشد انواع الذكاء احتياجا لدى الانسان، وبنفس قدر اهمية هذا الذكاء هو بنفس قدر اهماله للأسف. يعني الأباء والأمهات المربين المعلمين يعملون على تنمية الذكاء الإبداعي مثلا، أن الابن يكون متفوق دراسيا، يعملون على بناء الذكاء الرياضي أن يكون متميز في مادة الرياضيات أو غيره أو العلوم. وإذا علمنا يعني أحد علماء الألمان جولمان بيقول وصدر كتابه في الذكاء العاطفي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيتحدث عن القلب ويتحدث عن العاطفة، وأكثر الناس نجاحا في الحياة هم الذين يمتلكون ذكاء عاطفيا، هم الذين يستطيعون أن يفهموا أنفسهم وذواتهم ويفهموا أيضا الآخرين. فبالتالي نحن نتحدث عن نسبة نجاح وتأثير الذكاء العاطفي في حياة الإنسان بنسبة 80%. جميل جدا. طيب هذه بداية، هل الذكاء العاطفي نحتاج يعني أنا قبل معلش عفوا قبل ما أبدأ أسئلتي كثير لأنه أمس قالوا أني أبغى أسئلة من بدري، نرسل من بدري. تقدر ترسلوا بس كلمة جلوكوز واستفسارك عن موضوعنا. موضوعنا هو الذكاء العاطفي، كتبنا في تويتر عن موضوعنا. ترسل على أرقام الاسمس كلمة جلوكوز واسمك على لمشتركي الاستيسي 847700 موبايلي 640660 ومشتركي زين 746262. الذكاء العاطفي هل هي مهارة تكتسب أم هي يعني الواحد سبحان الله يكون عنده ملكة معينة ينشأ بها، أو هل في الإمكان أنه ممكن ينشأ بها وينميها أكثر؟ نبي نفهم أكثر هذه النقطة عشان يعني نعرف إيش ممكن نسوي مع الذكاء العاطفي. يعني علماء النفس وعلماء الاجتماع يعني يقررون أن الذكاءات مكتسبة، ولا يولد أحد منا ولا يولد أحد من الأبناء والأطفال أن لديه جينات
تتميز بالذكاء العاطفي أو العاطفة، أو لديه ذكاء يولد به في تركيبته الجينية والوراثية، ولكن هي مدام أنها تكتسب فنستطيع عن طريق توفير بيئة سليمة، عن طريق توفير بيئة تتمتع بذكاء عاطفي، أن يتم غرس هذه السلوكيات العاطفية، سلوك أن يتحكم في مشاعره ويضبط نفسه ويفهم ذاته، نستطيع أن يتعامل مع الآخرين بطريقة فيها رقي في المشاعر وفي رعاية مشاعر الآخرين. كل هذه الأمور نستطيع أن نكتسبها إذا وفرنا البيئة الذكية العاطفية أو ما يسمى بالبيئة الإيجابية لزرع قيمة أو ذكاء العاطفي. جميل جدا. إحنا حنطلع الآن، أكيد رح نطلع لفصل قصير مستمعينا في كل مكان، لكن حنرجع من جديد في موضوعنا لليوم الذكاء العاطفي. فاصل قصير ورجع لكم، خليكم على السماع. فيتامين مع طراد سندي وشادي عبد العزيز، مستمرين ومتواصلين معاكم مستمعينا في كل مكان طبعا بيسمعونا، سواء كان عن طريق الراديو أو عن طريق موقعنا الخاص على www.alfalffm.com. طبعا هذا موقعنا الخاص اللي حاب يسمعنا عن طريقه أو يتواصل معنا عن طريق الاسمس أو الاتصال المباشر أو حتى عن طريق التويتر على @alfalffm. طبعا زي ما قلنا لكم واللي الآن فتح الراديو، احنا بنتكلم عن الذكاء العاطفي مع الدكتور نزار رمضان، مستشار أسري وتربوي بمدارس الأكاديمية. دكتور، اتكلمنا عن ايش هو الذكاء العاطفي ويدخل وعلاقته في أشياء كثير حول يعني في المجتمع، نبي نعرف ايش هي عناصر هذا الذكاء العاطفي، مكوناته، وكيف ممكن يكون مكتسب عند الشخص. نعم، يعني لما بنتكلم على الذكاء العاطفي فبنتكلم على 5 عناصر مهمة جدا، منها أن يكون هناك وعي ذاتي للأفراد، أن أعي بنفسي وأن أشعر بذاتي، أن أشعر بمزاجي، أن أستطيع أن أعدل من المزاج، هذا ما يسمى بالوعي الذاتي. وهناك ما يسمى بعد الوعي الذاتي الضبط الذاتي. لابد أن يكون هناك وعي، ثم بعد الوعي أن يكون هناك ضبط لهذا الذات ولهذه المشاعر، ثم بعد ذلك أن يحفز الشخص نفسه، والتحفيز العنصر الثالث، التحفيز، أن يكون الإنسان يستطيع أن يواجه الأزمات، أن يستطيع أن يواجه الإحباطات، يستطيع أن يواجه العقبات التي في طريقه، وبالتالي لابد من تحفيز نفسه بنفسه. بس طبعا دكتور، إن هو التحفيز يأتي بالخبرة طبعا. نعم، من كثرة الخبرة يعني وتربية أيضا، يعني أنا نستطيع أن نحفز أبنائنا، أن يرى الأبناء الآباء بأن يحفزوا أنفسهم، يعني بمعنى أن يمتلك الأب والأم ذكاء عاطفي. لا أستطيع أن أغرس في ابني ذكاء عاطفيا وأنا أفتقده. بالضبط. لا أستطيع أن أطلب من ابني أن يتحكم في أعصابه وأنا أفقد أعصابي. صحيح. طب من حكاية الوعي والضبط، إحنا الآن خلينا أخذها حبة حبة عشان إنه جدا مهمة النقطتين هذه. حكاية الوعي إحنا ممكن نقولها، لكن طريقة تطبيقها كيف؟ إن نوعي المراهق أو الطفل عن الذكاء العاطفي، هل في أمور تطبيقية يعني مبسطة تقول لنا إياها؟ ببساطة جدا، أنا لما بتكلم على كلمة الوعي الذاتي للشخص نفسه، كثير من الأحيان في أثناء تعاملنا مع بعضنا البعض لا نركز على المشاعر. أنا أتيت إلى الاستوديو وأتحدث مع طراد ولا أنظر إلى مشاعري، لا أنظر إلى بسمتي، لا أنظر إلى حزني، ولكن من المفترض أن أرعى شعور طراد، أن أرعى شعور شادية، كيف المزاج العام بالنسبة له. وبالتالي لابد أنا كأب وأم أمتلك هذا الذكاء، بمعنى أن أعبر عن الشعور بطريقة، بمعنى أنا غاضب، أنا زعلان، أنا اليوم مضغوط، وبالتالي أنا بأهل من حولي في أن يتعامل مع هذه المشاعر بطريقة فيها احتراف، بطريقة فيها تكيف، لا يكون هناك تصادم. بمعنى إذا كان المزاج سيئا أو المزاج يعني معكر، لابد أن يعلم الآخرين، لأن إذا بدأت أنا بكلمة أنت، أنت تغضبني فيها هجوم، أنت مش مراعي مشاعري، لأنك لم تخبرني بمشاعرك. فلابد أن نخبر أطفالنا بمشاعرنا، ألا نحتقر تعبير الأطفال على مشاعرهم. يجي الطفل أو أنا خايف من الاختبار، أنا خايف من الذهاب للمكان الفلاني، فيأتي من الأب والأم استهتار بتلك المشاعر، أنت مش هتبقى رجل، أنت مش هتكبر، استهزاء، تهكم بالنسبة له، كل هذا يحدث له نوع من أنواع التدني في الذكاء العاطفي بالنسبة له. ويمكن احنا يعني نرث مجموعة من يعني الأشياء الغير منضبطة تربويا، بمعنى الولد لو جه بكى فنقول له الرجل لا يبكي، صح،
ويكبت في نفسه تلك المشاعر ويحمل دمه. المعلومة طبعا خاطئة مليون بالمية. نعم زي مثل في الأخير الشخص هذا الرجل أو الطفل الشاب في الأخير هو إنسان وعبارة عن كتلة من المشاعر راح تحسسها بدأ أنه هو في يوم من الأيام حينفجر. يعني كمان خلينا نضرب مثال على الأشخاص اللي مثلا ما لقوا وظيفة إلى الآن محبطين، كل اللي حوالينهم يا أخي أنت لا ما درست، أنت ما رح تلقى وظيفة، مهما رحت قدمت ما رح تتوظف. يمكن هل الكلام هذا ينطبق له دكتور نزار أنه كيف نقدر نديهم بوش أو دفعة أنه هما لا لازم يصروا لازم يروحوا كل مكان يقدموا؟ نعم لما بقول يعني شادية الوعي الذاتي. أيوة. الوعي الذاتي يدخل فيه جزء من المشاعر، أنك أنت تمتلك قدرات ليست موجودة عند غيرك، أنك لديك تقدير عالي للذات، أن لديك ثقة بالنفس، كل هذه الأمور نسميها تحت الوعي الذاتي. فلو أنا كموظف كطالب مقدم على وظيفة كشاب يبحث عن عمل، إذا استطعت أن أعي نفسي بمعنى أن أعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، أن أعرف المهارات التي أمتلكها. كثير من الأحيان نقرأ القرآن الكريم ولا نقف فيه مثلا وما تلك بيمينك يا موسى، نريد أن يبحث كل شاب منا عن ما هي بيمينه، ما هي قدراته، ما العصا التي بيديها التي يستطيع أن يمتلكها ويغير بها من حياته يعني بسهولة. فالذي المهارات التي يمتلكها نزار غير التي تمتلكها شادية غير الذي يمتلكها طراد، وبالتالي كل منا يعتبر موهوبا في موقعه إذا وعى ذاته. وإذا وعى الذات انطلق منها من خلال ضبط الذات ومن خلال تحفيزه إلى ينطلق إلى بر الأمان ويستطيع أن بسهولة أن يجد وظيفة وظيفة جيدة. أنا كنت بنطلق لنقطة أخرى مع أنه ما هو في دور الأسئلة، لكن حكاية أنه الشخص إيش اللي ممكن يحبط أو ينزل من معنوياته في هذه الناحية ناحية الذكاء العاطفي النظر لغيره. لكن حيكون عندنا فاصل وحنرجع سريع لهذه النقطة نفسها، ونستنى أكيد استفساراتكم على الأرقام التالية. أرسل كلمة جلوكوز واسمك على الأرقام التالية STC 847-7700، موبايلي 640-660 لمشتركين زين 7462-62. فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا. فيتامين مع طراد زندي وشادي عبد العزيز. شكرا. في برنامج فيتامين متواصلين معي أنا شادية وطراد زندي، دكتورنا لليوم الدكتور نزار رمضان استشاري طب نفسي واجتماعي، طبعا بنتكلم عن الذكاء العاطفي. وصلنا لنقطة مصرعنا على الكلجة، وصلنا لنقطة على سيرة الكلجة. أنا كاتبة على فكرة اللي بيصحح لي كلمة فيتامين كتبت أنا قتامين مع السرعة فاعتذر، هي فيتامين. هي عارفة كيت شادية. في شيء مهم جدا دكتور نزار، إنه وصلنا لنقطة مهمة، إنه الواحد ممكن هو ينظر إلى الذكاءات الموجودة لشخص آخر، لصديقه، لجاره، لصاحبه، لأي أحد ممكن يكون، وبينسى إنه هو عنده مهارات ممكن يكون أفضل من الشخص اللي عنده الثاني. نعم. ولو إن كان الناس ممكن على فكرة تكون مهارة الناس استصغروا فيها، مثلا الدقة أو دقة الملاحظة، أو حتى أنه هو يركز في أشياء هم ما يهتموا فيها لكن هو من اهتمامات الشخص الآخر. فهذا كيف ممكن أنه هو يعزز من نفسه دام أنه إحنا قاعدين نتكلم عن يعني الثقة بالنفس وكيف الواحد يعزز تعزيز الذات. نعم. يعني للأسف من الأخطاء التربوية اللي بيقع فيها الكثير من الأباء والأمهات هي موضوع المقارنة. مقارنة بين الابن الصغير والابن الكبير، بين البنت وبين الولد، بين ابن العم وابن الخال وابن الجد وغير ذلك. فبالتالي بيقع فيها أيضا الإنسان نفسه، فيقعد يقارن نفسه بالآخر، يقعد يقارن نفسه بطراد، يقارن نفسه بشادية، طب هي أحسن مني، طب هي تصدرت الأمر، طب هي تفوقت علي. وبالتالي أنا إذا وقعت في مسألة المقارنة وقعت في عملية إحباط للنفس. صحيح. فأولا لابد أن أقف مع نفسي وقفة، وهي أبحث عن نقاط قوتي بالملي، بكل نقطة قوة لدي هجد كثير. يعني أمسك، أنا هحكي لك حكاية بسيطة جدا يا تراد. أحد المحبطات ذهبت لطبيب لذي الكارنيجي فبتقول له أنا لا أمتلك أي مهارة من المهارات في حياتي، أنا أفشل إنسانة موجودة في الحياة. فجلس معاها وقال لها طيب اكتبي لي نقاط قوتك ومهاراتك الجميلة اللي انت تستطيع أن يعني تقومي بها. فجلست يوم اثنين ثلاثة، كل ما تأتي لا تقول لا أمتلك أي قدرة من القدرات ولا أي موهبة من المواهب. فقال لها طب روحي أسبوع وتعالي لي. جات نفس الحكاية، جلس معاها
لمدة ساعة وبدأ يسألها بعض الأسئلة. هل تمتلكين مثلا مهارة في الحاسب الآلي؟ لا. بتقدري تتكلمي في الخطابة؟ لا. صوتك جميل؟ لا. كل ما يسأل سؤال يعني تقول لا أو لا. لغاية لما وصل لحاجة بسيطة جدا وإحنا لو بصنا لها نقول ده مش نقطة قوة، ده هبل، ولكن للأسف لا، اللي هي وصلت لنقطة أنها تحب الحيوانات الأليفة، تحب الحيوانات الأليفة. جميل. فقال لها طيب أنت عايزة تكوني مليونيرة؟ قالت عايزة أكون مليونيرة. قال لها طب بسهولة جدا أنا خليكي مليونيرة من هذه النقطة الوحيدة التي تمتلكينها. فقال لها نزلي إعلان في الصحف واكتبي من أراد أن يتخلص من الحيوان الأليف لديه فليتصل على هذا الرقم. فبالتالي جيت راد عنده أرنب، وجي شادي عندها دجاجة، وجي مش عارف مين عنده عصفور عايز يتخلص منه، فبالتالي اتصل على الرقم ودالها، فهي حصلت على هذا المنتج مجانا بدون فلوس وبدون أي جهد. وجت في الأسبوع اللي بعده اتكون عندها حديقة حيوانات. جت في الأسبوع اللي بعده من أراد أن يشتري حيوانا أليفا فليتصل على هذا الرقم، وبعتهم بفلوس وأصبحت من المليونيرات الأمريكان. فلأنها امتلكت قوة واستغلت هذه القوة بطريقة جيدة. جميل. فنريد أن نستغل نقاط قوتنا بطريقة جيدة وأمثل. الله، يعني كلام جدا، يعني دوره في التحفيز، يعني خصوصا أنه كمان خليني بس استغل الوقت والفرصة أنه الآن في فعلا في معرض تقديم للوظائف في فندق الهيلتون، يعني كل الناس اللي عندها مقدرة عندها نقطة قوة زي ما حضرتك دكتور ذكرت ياخذ السي في تبعه ويقدم في الهيلتون ان شاء الله في جدة، كل القطاعات موجودة هناك، يعني فعلا لا حد يستهون بأي حاجة عنده اكيد. طبعا اللي حاب برضه يتواصل معنا ما شاء الله في مشاركات كثيرة عن طريق التويتر، ركزونا على الموضوع اللي هو موضوع الذكاء العاطفي، اي سؤال اي استفسار عندك حول هذا الموضوع في تنمية الذات في تطوير الذات وايضا في مقاومة الازمات ارسل لنا رسالة على ارقام التواصل على STC 847700 موبايلي 64660 زين 746262. دكتور في جانب آخر أعتقد الناس كثير يحتاج إن هم يعني يكونوا متطلعين أكثر فيه ويكون في وعي أكثر، اللي هو دور الذكاء العاطفي تحديدا في العلاقات الزوجية والحياة اللي بين زوجين، كيف بيكون في ذكاء عاطفي وكيف ممكن نستغل النقاط اللي عندنا. يعني اتراد احنا لما بنيجي نتكلم على ذكاء عاطفي فبنتكلم عن حب، لما نيجي نتكلم عن حب نتكلم عن قلب، لما نيجي نتكلم عن قلب نتكلم على شراكة بين زوجين. فيعني لما نيجي نشوف الآية الكريمة في ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالسكن يتبعه مودة، يتبعه رحمة، يتبعه حب، يتبعه مشاعر الآخر أستطيع لنا أستغلها وأستطيع لنا أتعاون معها وأن نتكامل. بمعنى لا بد أن يكون على الزوج إذا أراد أن يمتلك زوجة مطيعة، زوجة متميزة، أن يكون هناك استقرار داخل الأسرة، أن يكون هناك أبناء يفهمون ذواتهم، أن يكون هناك بنات مستقرات، لا بد أن يكون العاطفة بينهما شديدة جدا. بمعنى إذا وجد الابن وإذا وجدت البنت أن الأب والأم يمتدحون بعضهم البعض، يقولون كلمات الحب والغرام علانية بينهما وليست من قبيل العيب، يعني تستحي الزوجة أن تقول لزوجها أحبك، ويعني نريد أن هذه الثقافة، ثقافة الحب، أن يتم التعبير عنها. النبي صلى الله عليه وسلم علشان ينشر الذكاء العاطفي لما جاء صحابي فبيقول له أنا أحب فلان، فقال له هل أخبرته؟ أنت قلت له، فما بالك ده صاحبه ودي أخوه في الله، فما بالك لما يكون الزوجة هي أولى أن أعبر لها عن مشاعر الحب. يعني ما المانع أن أستيقظ مثلا في الصباح وأقول لها صباحك سكر؟ ما المانع أن يعني إذا يعني قولي أحبك كي تزيد وسامتي فبغير حبك لا أكون وسيما. يعني لماذا هذه تكون ضربا من الخيال؟ لا بد أن تكون واقعا في حياتنا الزوجية. هي أصبحنا أنه صادق دكتور، يعني بس إحنا طبعا ملكو اللي إحنا نقول البعض اللي عنده مشكلة ويجدوا انه التلفظ بالكلمات اللي هي الجميله هذه اللي ممكن تقع على مسامع الزوجه، او العكس ممكن الزوج في الصباح ممكن تعطي اثر نفسي مره كثير ايجابي كبير. فاحنا لا نستصغر هذه الامور، بالعكس ممكن هذه تكون مفتاح لامور جدا كثيره واندماج العلاقه بينكم. يعني كلمه يعني طيبة. انا عايز اقول حاجه ترى لو ممكن وهتستغربوها انتوا الاثنين، دراسه بحثيه بريطانيه بتتكلم في شيء عجيب جدا. الذين يمتلكون ذكاء عاطفيا وجدوا أن الخلايا الداخلية لديهم تحب بعضها
بمعنى فيجي الخلية عندها أكسجين زيادة فلقت خلية جنبها وجارتها نقص أكسجين فتعطيها، لأن الذكاء العاطفي هو عطاء وهو حب يحدث بينهما استطراق عاطفي، استطراق في المشاعر، استطراق في الحب. ده مش كده بس، ده في دراسة بحثية أن الأم أو يعني تم تنفيذها على بعض الأمهات، أكثر من 10,000 يعني أم في رعاية النباتات، فوجدوا أن الأمهات التي تمتلك ذكاء عاطفيا عاليا يكون النبات ينمو نموا صحيا وسليما، ولا تأتي له الأمراض ولا يأتي له العطب ولا يأتي له الذبول. وفي الحالات التي يحدث فيها نوع من أنواع الإحباط، الحزن، فقدان غالي وغير ذلك من الذي يعني يلعب بالمشاعر ويفتك بها، وجدوا أن النبات يحدث له ذبول بالرغم أنه تعرض لماء واحد، تعرض لشمس واحدة، تعرض لأمور واحدة مشتركة بين الجميع. في الأخير أعتقد الطاقة السلبية اللي يكون منبعثة من داخل الشخص. الطاقة السلبية والإيجابية. أيوه. في عندنا حيكون أسئلة كثير طبعا، في سؤال ممكن في سؤال نطرحه يمكن نطلع بعده الفاصل ونرجع نجاوب عليه مع دكتور نزار رمضان استشاري طب استشاري طب نفسي واجتماعي الدكتور. السؤال طبعا دكتور بيقول كيف يعني يمكن كيف الشخص بيطور من هذه المهارة اللي عنده. خلينا نطلع لفاصل ونرجع لكم على طول مستمعين، خليكم على السمع. فيتامين مع طراد زندي وشادي عبد العزيز. ويا سلام على مشاعر الحب والعاطفة الجياشة طبعا اللي لازم تكون موجودة بين الزوجين، بين الأب والأبناء. طبعا اليوم اللي بتكلم عنها دكتورنا الدكتور نزار رمضان، طبعا مستشار أسري وتربوي بمدارس الأكاديمية. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور يعني بنتكلم عن ذكاء عاطفي، ذكاء عاطفي، طب في شيء اسمه غباء عاطفي أو ممكن يكتسب الطفل يصير غبي عاطفي؟ صحيح. يعني أنا دلوقتي لو هتحدث عن التفوق الدراسي، إذا لم يتم تنمية الابن من الناحية الدراسية فأعتقد أنه سيحدث له عملية تخلف، تخلف عقلي، سيتم له نقص في الذكاء وفي الإبداع. نفس الحكاية تماما يا شادية، عندما يتم إهمال الذكاء العاطفي لدى أبنائنا يحدث لهم تخلف عاطفي، يحدث لهم الجفوة اللي احنا بنراها الآن. نرى حالات الطلاق وارتفاعها، نرى حالات العنف الأسري الموجودة، نرى التفكك الأسري المعنوي والحقيقي. وبالتالي لابد أن يكون فعلا هناك غباء عاطفي، ونحن الذي نصنع الغباء العاطفي بطريقتنا وطريقة تعاملنا. بنصنعه. يعني مثلا لما أقارن ابني غيري وابني لديه إمكانيات، يبقى أنا دلوقتي بقول له أنت فاشل، بتكسر من مجديفه على قولك. صحيح. لما أجي مثلا أحتقره وأوبخه أمامي وأمام غيري، صحيح. يجي ضيوف قدام مدرسه وقدام أصحابه لما أتطاول عليه، لما مثلا ودي نقطة يعني خطيرة جدا، أن أقوم بالعمل الذي يستطيع أن يقوم به هو. وبالتالي أنا بقول له يعني مثال مثلا معلش، حتى في الحياة الزوجية إذا مثلا الزوجة في عملية مثلا الطهو ليست ماهرة، وجه الزوجة لها ده أنا بعمل أكل 10/10 ممتاز جدا، أنا هطبخ بدالك، ما هي المشاعر السلبية التي تكون لدى الزوجة؟ إن هي مش بتعرف تطبخ. إحباط شديد جدا وكره للشخص وهو زوجها. يعني أن أصف مشاعره، طب ما تتركه يصف مشاعره هو. انا حاسس كده ان انت مش مظبوط، انا حاسس ان انت مش كويس، انت غضبان، انت اجعل الابن هو الذي يعبر عن مشاعره حتى يكون متوافق مع نفسه، ان يكون لديه وعي بذاته. عمليه الجفاف، الجفاف في العلاقات، الجفاف في الكلمات. هل مثلا لو وضعت مثلا في سندوتش الطفل وهو رايح المدرسه كلمه احبك كده في ورقه، انت وحشتني قوي، لما يبقى ماشيين في مول انا وهو واوطي عليه في اذنه واقول له انا فخور بيك اللي انا ماشي معاك داخل المول، انا مبسوط جدا منك، انت حبيبي، انت صديقي، انت صاحبي، انت حبيبتي، انت كده، اذا استطعنا ان هخسر شيء هدفع فيها فلوس؟ اكيد لا. مجرد كلمه قديش هتغير؟ صحيح. وبالرغم كده هي المشاعر هذه والتعبيرات هي تكون 80% من نجاحات الافراد. يا سلام. يعني العكس تماما دكتور، لو انه بدأنا باحباطات، لا انت مش بتعرف، انت مش بتذكر كويس، مقارنه بأصدقائه حيصير عنده غباء عاطفي، يصير صحيح حينشر السلبيه لكل اللي حوالينه. يعني حتى مثلا ايه بينتشر كثير، يقولك انا علشان اضبط ابني واضبط الاسره اكون عسكري داخل البيت. يا سلام. وبالتالي فقد مشاعر الابوه الحقيقيه وهي حب،
وهي احتضان وهي عاطفة وهي كلمة رقيقة رقراق. نعم. كل الأمور ديت لابد أن نغرقه في الماديات وننسى خالص الأمور المعنوية وكذا. فبالتالي إذا فعلت الشيء الفلاني أنا هعطيك ريال، هعطيك آيباد، هعطيك كذا، ويعتمد عليها فقط. إذا اعتمد على الماديات فقط فقدنا المشاعر. يعني أنا لابد أدمج بين الاثنين وأزيد من المعنويات. جميل جدا. زي فيتامين يا شادي، أنت بتتكلمي فيتامين أكيد. فلازم نتكلم على الفيتامينات المعنوية وهي الحب. يا سلام عليك دكتور على حلقة الحب اليوم. طيب دكتور، يعني ما أعرف كيف الشخص الأم والأبو في البيت يطور أول شيء من هذه المهارة عندهم بعد كده ينقلوها لأبنائهم. جميل. إحنا بنقول أول حاجة لابد أن يكون هناك قدوة عاطفية. بمعنى أن يرى الأب والأم بينهما تحاب، بينهما مودة، بينهما رحمة. أول شيء. اثنين، أن يعبر الأب والأم عن مشاعرهم بتلقائية. أنا زعلانة، أنا فرحانة، أنا النهاردة ظروفي. حتى لو كان، عفوا دكتور على المقاطعة، بس حتى لو كان عنده مشاعر سلبية يعبر عنها. يعني أنا إحنا بنقول في الفيزياء إذا حدث الضغط يقل إذا زادت المساحة. الضغط يقل إذا شطرة في الفيزياء؟ لا كنت يعني بمعنى دلوقتي أنا زعلان. أيه. تمام؟ وكبت في نفسي. طب أنا جيت فضفضت ليكي وقلت لك وقلت لصاحبي وقلت لصديقي، زادت المساحة، بقت 4 أو 5 أو 6، قل الضغط. صحيح. يقل ضغط هذه المشكلة، وبالتالي إذا فعلت الأم هذا وفعل الأب هذا فهو يقلل من المشكلات. بمعنى أنا في مشكلة اقتصادية مثلا داخل البيت ولم أعبر عنها، هيجي الابن يقول لي والله أنا عايز آيفون 4 وعايز كذا وعايز صح ولا لا؟ صحيح. طيب هو أنا أصلا واقع في مشكلة، هتزيد عمل المشكلة أكثر والضغط أكثر. وبالتالي لابد أن أتعامل إن أنا أعبر عن مشاعري حتى يستطيع الأبناء أن يعبروا عن مشاعرهم. طب كده ما كاننا بننقل إشارة سلبية أو طاقة سلبية؟ لا، هي دي إيجابية في المشاركة. في التعاطف إحنا بنتكلم على الذكاء العاطفي، هو أن أشعر بذاتي وأن أشعر بغيري. جميل. يعني الاثنين لابد أن يكون هو الذي يتميز بذكاء عاطفي عالي. يعني هو دام بمختصر الكلام دكتور، الذكاء العاطفي أنه أنا أشعر باللي حواليا وأعبر عني وأشعر بنفسي. جميل. وأشعر بذاتي. جميل جدا. هننتقل لأيضا لآخر فاصل في ساعتنا الأولى تقريبا. لا مش آخر فاصل، عموما لفاصل قصير مستمعينا، ونكمل كلامنا عن الذكاء العاطفي مع دكتور نزار رمضان مستشار أسري وتربوي بمدارس الأكاديمية. فاصل قصير خليكم معنا. فيتامين مع طراد زندي وشادي عبد العزيز، مستمرين مع أحلى مستمعين في فيتامين، معي أنا شادية ويتراد سندي مع دكتورنا اليوم الدكتور نزار رمضان مستشار أسري وتربوي بمدارس الأكاديمية، بنتكلم عن الذكاء العاطفي. طبعا هو أكيد مستمرين في أخذ كل رسائلكم وكل اقتراحاتكم أو استفساراتكم على أرقامنا، أرقام الاسمس اللي حاب يرسل كلمة جلوكوز اسمه على STC 847700، موبايلي 640660، ومشتركي زين 7462622، ونانس الساعة الثانية حتكون بالمقلوب اللي حاب يرسل استفسارات أو بالمقلوب من الآن. عندنا اتصال، نقول السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، من معنا؟ مساء الحب والخير. الله يسلمك يا رب، أهلنا التفاؤل. جميل نشرنا الطاقة إيجابية بقدر المستطاع إلى الآن. شرفينا باسمك. أي بقوة. العذوب. العذوب. أهلا، تعرفني كيف أنا عارفاك يا العذوب. الله يسعد أيامك حبيبتي. سؤالك واستفسارك للدكتور نزار. طيب يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم دكتور. أهلا بك. أهلا بك دكتور، أنا بسألك سؤال. أنا الحمد لله من ناحية العاطفية قادرة أعطي وأعطي وبزيادة كمان، والحمد لله ألقى تقبل ورضا من اللي حولي، وتقدر تقول أني اجتماعيا ناجحة. حلو. لكن أنا عندي مشكلة بسيطة، لما يتقبلني الشخص اللي أنا دائما لما أسأل شخص وأحاول أنه يكون قريب من عندي، ولما يصير الشخص قريب من عندي هنا يبدأ عندي أنا خجل. وأخسره كثير كثير، تحصل لي إني أفقد الشخص بسبب إني خلاص أصير أخاف بزيادة عليه، أخاف إني أقول مثلا لا ما بيعطيه زيادة اهتمام، أخاف يتعب هو من الاهتمام الزايد. فلاقيني أصير بحالة دفع، فاللي قدامي الشخص يتوتر فيبعد غالبا. ما تصير ردة الفعل عكسية، فصار عندي الحين يعني زي ما تقول خوف بسيط مني اني الاشخاص اللي انا احبهم اني اقرب او ابين عاطفتي لهم. واضحه المشكله دكتور؟ كمل. يعني واضحه يعني اذا يعني واضح حبيبتي. ايوه طيب.
جميل. بس هذه هي المشكله. فانا انت عارفه مع انت عارفه معنى عذوب ايه؟ ايوه ايه معنى عذوب؟ ايوه من العذوبه عذوبه الشيء وسلاسته. طيب هو سائغ صح؟ سائغ ومقبول. أيوة. وبالتالي انت أيوة. من اسمك لديك هذا القبول وهذا يعني واضح من الصوت حتى ان هناك قبول، ان هناك زي ما انت بتقولي ان اجتماعيه، وبالتالي لابد اولا من التدريب على المواقف التي يشعر فيها اللي انت تشعر فيها بالخوف. بمعنى ان دلوقتي انا هقابل صاحبتي شاديه وهتكلم معاها في المواضيع 1 2 3 4 اللي احنا بنقول عليها اتوقع ماذا سيدار في الحديث، وبالتالي علشان اتجنب او ما اتكلمش في اشياء تعمل لي مشاكل بيني وبين شادية لان انا خايفة من الامور دي. فبالتالي انا لما اتدرب عليها قبل مواجهتها هخفف من المشكلات التي تحصل بعدها. يعني التوقع هنا هذه خطوة اولى، خطوة اولى التدريب والتوقع. يعني حتى لو هتجلسي مع نفسك قدام المراية وتتكلمي مع شادية، اتكلمي مع شادية قدام المراية. تمام. اتنين، عملية المواجهة مهمة جدا. مفيش حاجة اسمها علشان انا خايفه همتنع، لا، واجهي وتعلمي من المواجهه والخطا واعملي تقييم لنفسك بعد كل علاقه. بمعنى انا دلوقتي صاحبتي مي واختي كذا وخالتي فلانه، حدث بيني وبينهم موقف من المواقف لما قربنا من بعض واختلفنا مع بعض وزعلنا مع بعض، اقيم هذه العلاقه، ما السبب؟ هل هي كلمه؟ هل هو فعل؟ طب تكرر ولا ما تكررش مع أشخاص؟ إمتى بيحصل الكلام ده؟ هو إمتى بيحدث التوتر؟ إزاي أعالج هذا التوتر وهذا الموقف؟ إذا استطعت إن أنا أعمل استبيان لنفسي على المواقف وعلى الأشخاص وعلى الموضوعات التي تأتي بحساسية وتأتي باختلاف، أستطيع أن أعدل منها وأن أضع لها خطة لعلاجها. نحاول نعمل الموضوع دوت، عملية التدريب والممارسة وعملية المواجهة ثم عملية التقييم لتلك العلاقات حتى أستطيع أن أعالجها. جميل جدا. يعني إن شاء الله تكون العذوبة استفادت من كلامك دكتور. شخصيا أنا إن شاء الله كده استفدت. هناخد اتصال جديد. مساء الفيتامين. عندنا مهند. أهلا فيك يا مهند. مهند أحمد عفوا. أهلين أحمد. مفيد كلمنا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أتكلمكم من الرياض. أهلا وسهلا فيك. هلا الرياض كلهم. تفضل سؤالك للدكتور. الله يرضاك. أنا طولت على الجوال بس المرور يقول لي نزل الجوال، قلت لا قاعد أكلم ألف ألف. أي عيني. أهم شيء سلامتك يا. خلينا نكلمه ولا تأخذ مخالفة ولا حاجة. نتكلمه الآن. طيب اسمع دكتور، أنا عندي سؤال طبعا أقوله مرة واحدة وبسمعكم. تفضل. أوكي. أول شيء، هل الذكاء العاطفي له فئة عمرية معينة؟ نعم. والسؤال الثاني، النقاط أو المكونات اللي الذكاء العاطفي اللي ذكرتها اللي من ضمنها الوعي والتحفيز، نعم، هل هي شرط من شروط أنها تكون كاملة يعني أو بعضها؟ والسؤال الثالث المهم جدا اللي أبغى استخدام أو كيفية استخدام الذكاء العاطفي في العمل كرئيس. جميل. وليس كمروسي، كرئيس. جميل. جميل جدا يا أحمد. أحمد شكرا لك. خليك على السماء معنا. لما بنتكلم على الذكاء العاطفي، هل هو يعني خاص بجميع المراحل؟ نعم. الطفل يحتاج إلى ذكاء عاطفي ويمتلك ذكاء عاطفي. المراهق يحتاج إلى ذكاء عاطفي ويعطي عاطفة. البالغ والشاب، فبالتالي كلنا في احتياج له. في بس نقطة، وهي كيفية غرس الذكاء العاطفي. يفضل غرس الذكاء العاطفي منذ بداية حمل الزوجة ومن قبلها، أن تستمع الزوجة إلى كلمات حب وغرام وهي حامل، أن تكون الحالة النفسية بالنسبة لها جيدة ومستقرة، الابن يسمع كلمات حب وهدوء ومعاملة جيدة، أن يتم تعبير الوالد دين عن هذه العاطفة بتلقائية وهدوء. نكثر كلمات الحب داخل البيت، نكثر من أفعال الحب، الهدايا. وفي نقطة مهمة جدا يا أحمد، وهي عملية الاسترخاء. الكل يهمل فيها. عملية الاسترخاء هي تعطي راحة للقلب وتعطي راحة للعقل، وكأني أشحن نفسي عاطفيا مرة أخرى. وهذا الشحن قد يكون بأساليب مختلفة، مشاهدة جماليات الحياة، مشاهدة الطبيعة، البحر، القمر، الغروب، الشروق،
الحديث مع الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن أو من خلال الصلاة، الحديث مع أحد الأصدقاء اللي أنا أرتاح إليهم، ودي كل دوت بيزود الذكاء العاطفي. طيب تستطيع أن تستخدم الذكاء العاطفي داخل البيت، وإحنا بنسميه العلاقات الإنسانية في بيئة العمل. العلاقة الإنسانية في بيئة العمل تقدم عن اللي هي الأمور الإدارية، أو واحد زائد واحد يساوي اثنين. بمعنى إذا استطعت لنا كل فرد من أفراد العمل أن أعرف سلوكياته، أن أعرف ذكائه، أن أعرف حالته المشاعرية، إذا استطعت أن أعرف ما يتعرض له من مشكلات، فأول نقطة في عملية الذكاء العاطفي أن تعرف يعني من هو تحت يديك. ثم بعد ذلك، بعد عملية المعرفة، هي عملية التحفيز المعنوي والتحفيز المادي. ثم بعد ذلك تستطيع أن تكون ما يسمى بفريق العمل المحبوب أو الاجتماعي. بمعنى يمكن أن تقيم يوم اجتماعي لهؤلاء، يحبون بعضهم البعض بعيد عن توتر العمل. العمل به توتر، به خذوهات، به أنت فعلت شيء غلط أو فعلت شيء صح، وبالتالي أحيانا يكون فيه رفع للأصوات، يكون فيه أخطاء، يكون فيه استفسارات، يكون فيه إنذارات وغير ذلك، وهذا يوتر الحياة والذكاء العاطفي بيننا وبين بعضنا البعض. إذا استطعنا أن ننتقل من بيئة العمل إلى بيئة العلاقات الاجتماعية والإنسانية ومراعاة مشاعرنا مع بعضها البعض، أعتقد ستكون طبعا أكثر متميز. طبعا استطاعتنا في هذا كله أكيد. إحنا طبعا هنكمل كل أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التالية: STC 84 7700، موبايلي 640660، ومشتركي زين 746262. فيتامين طراز سندي، شادي عبد العزيز، خليكم معنا. فيتامين مع طراز سندي وشادي عبد العزيز. مساء الحب، مساء الجمال، مساء طبعا كل الطاقة الإيجابية مننا من فيتامين، فريق فيتامين، شادي عبد العزيز تراتسندي، وكمان دكتورنا لليوم الدكتور نزار رمضان، مستشار أسري وتربوي بمدارس الأكاديمية. أهلا وسهلا فيك دكتور، الناس مبسوطة جدا، يعني يا رب يا رب نكون على قد قدر المستطاع أننا بننشر طاقة إيجابية لكل الناس بإذن الله. طبعا كل استفساراتكم حناخدها، وبقدر المستطاع نحاول نجاوب يعني على قد السؤال، عشان يعني ناخد اتصالات كثير، فيعني أدرون إن ما أخذنا اتصالات صلاتكم كلها، لكن حنشوف في عندنا استفسار عن طريق الاس ام اس. اوكي شكرا. استفسار اول شيء دكتور، عندنا هنا في مستمع بيسال، بدي اسال الدكتور، لما بابتي يفرق بيني وبين اخواني في كل حاجه حتى في الكلام، بحاول انه اسكت قدامهم وعادي وعادي يتعود، بس اخاف يجي يوم وما احب بابتي عشان ده السبب، ايش برايك؟ نعم. هو طبعا انا دلوقتي مش هوجه رساله للاب، الاب يعني ارتكب خطيئه من الخطايا، وهو عمليه التفرقه بين الابناء، عمليه المقارنه بين الابناء، عمليه تمييز الولد عن البنت، او عمليه تمييز الذي يمتلك مهاره معينه زي الشاطر على البليد وهكذا، وهو كل منهم امكانيات. ولكن انا اقول يعني للسائله، اول حاجه عبري عن مشاعرك لابوك بينك وبينه. تعالي يا بابا نخرج خروجة، تعالى نطلع ناكل نتعشى، تعالى نقعد على البحر، وابدأي فضفضي له وحكي له. عملية الفضفضة وعملية الحكي هي عملية تفريغ عاطفي، وبالتالي بدل الكتمان داخل النفس، أو نصل يعني للنتيجة اللي انت بتقولي عليها، اللي انا اكره الاب. اتنين، عملية التأويل مهمة جدا لنفسي، اللي انا اقول والله بابا بيعمل الكلام دهوت عشان بيحبني، بابا بيعمل الكلام دهوت عشان عايز مصلحتي، بابا يعني اول تصرفات الأب وكلام الأب إلى العمل الإيجابي والعمل الخير، وإلا هو عايز مصلحتي في الأول والآخر. وكخطوة أولى طبعا اللي هي حكاية اللي أنه أنا أقول له أواجه. أيوة. نعم. وأصر عليه مهما رفضني أو مهما رفض أسلوبي في الكلام. نعم. ثلاثة، هي ممكن اللي احنا نعمل زي ما بنقول لوبي عليه، ونعمل تجمع عليه. مثلا اكلم ماما واقول لها يا ماما والله انا حاسة ان بابا بيفرق بيني وبين اخويا في 1 2 3 4، انا متضايقة، انا محبطة. فبالتالي ممكن الام يكون لها تأثير ايجابي على الاب، وبالتالي احد المقربين من الاب يمكن الحديث معه، ان يفتح معه هذا الامر. يعني كلام جدا جميل، اكيد اغلب اللي بيسمعونا الان يمكن متعرضين لهذا الموقف، اذا المواجهه ممكن يستفيدوا من نفس هذا. اجل اتصال بس اكبر سبب. اتصال، مساء الخير. السلام عليكم. الو. طيب اتصال جديد، ما في مشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، من معنا؟ ساميه.
هياك يا سامي، تفضلي سؤالك للدكتور نزار. أحب أسأل دكتور، يعني خصوصاً أنا من نوع يعني في ضغوط عمل، أو يعني كيف أتصرف إذا أنا كنت في بيئة يعني مستفزة، يعني مثلاً عندي في مجال عملي أو في البيت يعني شخص يستفزني يحطمني، يعني تعمل هذا الشيء كيف أتعامل معه، وأنا كيف أتصرف، يعني أحاول أكون قوية أو أقدر يعني أمتص أتصرف من غير ما أزعل أعصب. أنا أعرف أنا عصبية بس في أشخاص يعني يستغلون هذا الشيء، يعني يستفزون، يزيد يستفزون. أنا أعرف إني أنا مجال عملي للأسف يعني طلعت من شغلي بسبب هذا الشغلة يعني. فبإيش تنصحني يا دكتور؟ أنت سامية صح؟ سامية. أيوة سامية. وسامية من السمو، الله عليك، صح؟ فبالتالي لازم انت ترتقي ولا تنظري الى يعني الى من يحبطك. انت عارفه اللي هو عايز يحبطك، وعارفه اللي هو نوع من انواع التدمير بالنسبه لك. فانا اسمو على هذه السفاسف، اسمو على هذه المشكلات الصغيره، واتحكم فيها واتحكم في اعصابي. لابد ان يكون اولا عمليه الاسترخاء بينك وبين نفسك، حتى في لحظات الغضب، في لحظات العمل استاذني منهم 5 دقائق، 10 دقائق، عدي من 1 لـ10، اذكري بعض الايات اللي بتحفظيها، اطلعي تمشي حوالين المكان العمل اللي انت فيه، اتصلي باحد الاصدقاء اللي انت ترتاحي اليهم، افتحي جوالك وشوفي مثلا نكتة من النكات اللي هي تخرجك من عملية النرفزة، افتحي مشهد مثلا جميل مثل شلال، مثل طبيعة، أشجار، ورود، حطي قدامك على المكتب يعني بعض الأزهار، استخدمي بعض العطور التي تساعد على عملية الاسترخاء، يعني اهتم بالهندام، اهتم بالعلاقات الأخرى غير اللي فيها عصبية. إذا كان في يعني واحدة بتعصبك وواحدة بتنرفزك، ففي أكيد آخرين وأخريات بالنسبة لهم بيتعاملوا مع سامية الراقية، سامية المتميزة، بتعامل تاني مختلف، وبالتالي أستطيع أن أنا أكسب صداقات في جانب آخر، حتى لو أنا تجنبت بقدر الإمكان نقاط التماس مع من يسبب لي بعض المشاكل. طب دكتور، لو اضطرت أنها تجاوب على الشخص ده كيف ممكن تجاوب عليه؟ كيف ممكن هي احنا شفتي لما بنتكلم على الذي يمتلك ذكاء عاطفي، احنا قلنا اول حاجه الوعي الذاتي، صح؟ صحيح. تاني حاجه اسمه الضبط. انا ممكن اكون عارف مشاعري ولكن لا استطيع ان اضبطها، فبالتالي انا لازم اتدرب على عمليه ضبط ذاتي، ضبط مشاعري، ازاي اتعامل واحتوي الاخرين حتى لو هؤلاء الاخرين سيئين ومستفزين ومزعجين. جميل. طيب جدا. هناخد اتصال اخر الان، عندنا اتصال. مساء الفيتامين. الو، اهلا وسهلا، حياك الله. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. تشرف باسمك عزيزتي. ألو. أيوة تشرف باسمك عزيزتي. وفاء أم عبد الله. أهلا وسهلا فيك يا وفاء، أهلا في عبد الله. سؤالك. تفضل سؤالك. الشكر، أشكركم على هذا البرنامج اللي مرة مفيد وحلو. الله يسعدك حبيبتي. الله يسعد أيامك يا رب. أيوة، بس سؤالي أبغى أعرف إيش الفرق بين الذكاء العاطفي وبين الجفاف العاطفي، لأنه يعني معظم سكان المملكة عندهم جفاف، أخدين من نفس طبيعة البلد جفاف عاطفي. صحيح. كده كلمنا عنه قبل كده مع استاذ عطلة ادريس. يا ابني ايش اخبارك؟ الله يسعدك يا رب ويسلمك. الله يخليك. شكرا لك حبيبتي يا وفاء، شكرا لتواصلي. طيب معك. طيب هي اسمع اجابتك مع الدكتور نزار. دكتور نزار ايش رايك؟ ايش الفرق ما بين رقم كمان دكتور، يعني بدي عشان في سؤال في حاجه خاصه فيه ابغى اتكلم معه، فابغى رقمه اذا سمحت. طيب يصير خليك تحت الهواء، يصير الكنترول يعطيك رقم التواصل. خليك معنا. خليك معنا بس الخط. تفضل دكتور. تمام. يعني الأستاذة وفاء لما بتتكلم على إن هناك جفاف عاطفي منتشر، أنا أقول إن ليس بس في المملكة وليس فقط داخل الخليج، ولكن هي للأسف أصبح صفة عامة، لأن ارتبطنا ارتباط كثير من بالماديات، ارتبطنا بالآلة، كل منا يجلس على الآيباد أو يجلس على التليفون أو على التواصل الاجتماعي، ولم يكن هناك تواصل بالمشاعر، لم يكن هناك تواصل الآن بالأجساد، لم يكن هناك الآن لا يوجد تواصل بالأرواح، ولكن يعني ركزنا على المادة، فالأمر هذا أمر عام، ولكن يعني أتى يعني أنا هقول لك بكل بساطة، الجزيرة العربية قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت توئد البنات، يعني كان هناك الجفاف، يعني في حديث الأقرع بن حابس عندما يعني نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فيقول والله ما قبلت أحد، يعني عنده 10 من الأبناء لم أقبل أحد منهم، فقال من لا يرحم لا يرحم، ولكن غرس فيهم
الحب ونشر فيهم العاطفة. نحن عندما نشير بإصبع الاتهام إلى الآخرين فهناك مجموعة من الأصابع تشير إلينا. صحيح. اعطي أنت حب يا وفاء وأعطي أنا حب يا نزار، وشادية تعطي حب وطراد يعطي حب. أعتقد سنكون ثقافة جديدة على المجتمع وتكون جيدة ومتميزة. في عندنا أيضا استفسارات على الاس ام اس. في أهلين كيفكم ومساء النور. كنت أبغى أسأل دكتور إن لما أبويا يفرق بيني وبين أخواني أيضا لنفس الحالة تقريبا. ذكرناها. أوكي يعطيك العافية. أيضا إحنا فعلتنا عيب نقول أحبك قدام أولادك أو أطفالي، إذا سمعوا كده عيب تعودوا وش يسوي. بالعكس يعني ذكرنا حكاية الحب وحكاية كيف ننتقل الكلمات اللي هي الإيجابية. الإيجابية أكيد. صحيح. نأخذ اتصال. طيب خليني أذكر بس قبل ما نطلع، للأسف شكله الآخر الساعة، نأخذ آخر اتصال معنا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا حبيبتي، من معايا؟ اهلا فيكم. افنان من مكة. افنان، كنت حاسه. افنان طبعا ما شاء الله من صديقات البرنامج. تفضل سؤالك للدكتور نزار. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي، هل الانسان اللي بيتمتع بالذكاء العاطفي بيكون دائما صريح، يعني ما يحب يجامل الاخرين؟ مثلا اذا يبغى يغير شخص ما يبغى يتغير ما يجامله، وفي نفس الوقت يعني ما يحاول انه ما يجرحه. نعم. هذا السؤال. والسؤال الثاني أنه نفس الشخص هذا اللي بيتمتع بالذكاء العاطفي ما يتأثر باللي حواليه، مثلا الناس السلبيين والناس اللي حاولوا يحبطوه كذا، نفس الوقت ما يبين لهم أنه هو متضايق من ذا الشيء. تمام. يعني سؤالي أنه نفس الشخص ده يعني بيتمتع في هذه الحاجات والأشياء؟ تمام. يعني واضح اليوم أن الأسماء مطابقة لصفاتهم تماما. فأفنان يعني زي ما بنقول من الجمال ومن الفنون، وبالتالي من جمال رقي تعاملك أنك لا تريدي جرح الآخرين، وهذا من الذكاء العاطفي. ولكن لا يمنعني أن أعبر عن مشاعري. أنت بتقولي أنا مش هستطيع أن أعبر، مش هبين لهم اللي أنا متضايقة. لا، بيني اللي أنت متضايقة وبيني اللي أنت زعلانة حتى لا تكتمي في نفسك. بيني أن والله نركز على السلوك ولا نركز على الشخص. بمعنى لما أجي أكلم نزار أقول له والله يا نزار أنت مش عاجبني، دي غلط، أنت دي فيها هجوم وفيها عدم تقدير وعدم احترام وليس فيها ذكاء عاطفي، ولكن الفعل الفلاني أنا شايفه مش كويس. إحنا مش اتفقنا على كذا، اتفقنا على شيء معين. جميل. وبالتالي نهاجم، أو إذا أردنا أن نهاجم أن نهاجم الفعل لا الفاعل. جميل جدا، كلام مرة مفيد. يعطيك ألف عافية دكتور نزار. نتمنى من كل مستمعنا أنه مستفاد. صحيح. من الساعة الأولى. لكن دكتور نزار رمضان استشاري طبي نفسي واجتماعي، تكلمنا عن الذكاء العاطفي وتكلمنا بجميع جوانبه. يعطيك العافية، شكرا على تواجدك اليوم معنا. وإن شاء الله دي يعني اللي بيسمع الحلقة أكيد على اليوتيوب. ساعتنا الثانية مستمرين فيها إن شاء الله مع بالمقلوب. وش قلوب؟ أرسل كلمة بالمقلوب من الآن وخليك ذكي عاطفيا عشان تلعب معانا إن شاء الله وتربح كل جوائزنا من برنامج فيتامين. معي أنا شادية وطرة. نطلع لي موجز لأهم الأخبار مع سهى النجار ونرجع لكم على طول.